السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم روتيني الصباحي. كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وكذلك تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد، وكنشكركم بزاف. هنايا اول حاجة، من بعد ما فطرت الحمد لله جمعت الطبلة وجيت للصالون. اليوم بات عندي انسان عزيز وغالي اللي هو الاب ديالي، الله يحفظه ليا يا ربي، والله يحفظ لكم الوالدين ديالكم ويخليهم لكم، واللي ماتوا ليه الله يرحمهم يا ربي. اليوم كما كتشوفوا الروتين، غادي نجمع الدار كما العاده، يعني الروتين اللي كنديرو ديما. بديت الصراحه بالجميع ديال الدار، لان فيق بكري بدا بمشري. النهار كنفيقو بكري، راه الصراحه كان هكايا يعني تنقضيو شغالتنا. انا بالنسبه للمانط على حسب كل واحد والبلاكار ديالو، يعني كنطويهم انايا شويه هكايا كبار باش ندخلهم للبلاكار. صافي غادي نقد كما قلت لكم الصالون، جبدو غادي نمشي كذلك البيت التلفزيون. ونتمنى يا الاخوات تفاعلوا مع الفيديو ديالي، لان القناه عندي واخا الصراحه شحال هادي وانا كنحط، راه تقريبا عامين هادي، ولكن باقي القناه عندي شويه عيانه. نتمنى تشجعوني باش ديما ديما ان شاء الله نحط لكم الفيديوهات وتشوفوا الجديد ان شاء الله بحول الله. وهاد الايام ما شاء الله تحت الشتاء، يعني اش غادي نقول لكم، ما شاء الله ما شاء الله. بغيت ننشر المانط ولكن عندي الحوايج منشورين في لاكور، يعني حتى الغدا ولا بعد غدا ونشوف نشرهم. صافي كنجبد يعني التلميطه ما كاينلاش، يعني نحيدهم ونعاود، لان الصراحه مقادين. هنا غادي نجي كذلك البيت التلفزيون، وهنايا غادي نحل الشرجم باش تنفس البيت، وكذلك هاد القله كنحماق عليها، يعني كنعمرها بالماء وكنشرب داك الماء ما شاء الله، وبالاخص داك المذاق ديال القطران. يا سلام، اللي باقي ما خداهاش ياخدها، راه رائعه. وهنايا البيت الروين الروين البنات. الصراحه غادي يبان لكم بان راه بدلت ليها الديكور. كنت الصراحه بغيت نصور لكم داك نهار الخميس خملتها، ولكن البنات ما كاينش الوقت وما كاينش التشجيع، يعني الصراحه الروتينات ولاو تيوصلوا الف صافي تيوقفوا، ما عرفتش علاش. هنا باقي لي غير الطبله باش ديال الدجاج هكايا نمسحها، وغادي نمشي نعجن. واخيرا وليت كنعجن بيديا، الحمد لله. الصراحه شحال هذه ما عجنتش بيدي، كنعجن في العجانه، واخا الصراحه ما تيعجبنيش الخبز ديال العجانه، ما عرفتش علاش. يعني العجينه كنفضل نعجن فيها الكارص، نعجن فيها هكايا المسمن. بالنسبه للخبز ديال الفران وبالاخص بقي لهاد القمح، ما عرفتش يبغي اليد. انا بعدا كيعجبني نعجنو هكايا بيديا وكيجي حسن، ما عرفتش علاش. وبالنسبه للاخت اللي قالت لي عافاك اختي يا سميره، قولي لي الوصفه لتبييض اليدين. غادي نعطيك واحد الوصفه ان شاء الله، جربيها وردي عليا الخبر، وغادي نحاول شي نهارات يعني ندير لكم واحد ثلاثه ديال الوصفات لتبييض اليدين. هنايا راه خليت الخبز يعني العجينه حتى خمرات، مشيت قديت الخضره باش غادي نقدي ان شاء الله شلاضه. هنايا غادي نقول لكم بالنسبه لليدين، يعني خدي شويه ديال السنيده خلطيها مع شويه ديال زيت العود، ودهني بها يديك وحاولي ديري المساج يعني على شكل دائري، ومن بعد يعني هزي بابي سولفيغيزي ولوي على يديك وخليه تقريبا غير واحد ربع ساعه، ومن بعد يعني كتحيديه وكتغسلي يديك عادي وكتدهنيهم بالدهنه اللي كتدهني بها يديك، ان شاء الله غادي يعجبك الحال. هنايا غادي نقرص الخبز، غادي نغطيه باش يخمر، وغادي نمشي ان شاء الله باش نغسل الماعن، يعني غادي نحيد عليا الماعن. وفي هاد الوقيته راني دايره الشيفلور كيتسلق مع شويه ديال الحامض وكذلك شويه ديال البطاطا. هنا الا شفتوا القرعه مع اللوبيا، يعني درتهم في الكوكوت مع شويه ديال الماء، شويه ديال الماء غير كتصفر الكوكوت
غير واحد شويه يعني، ما كملاش ديك 5 دقائق كتطفيو على الكوكوت وكتخليو حتى ديك الكوكوت حتى كتبرد عاد اللي كتحلو عليها يعني. وكذلك ممكن دير خيزو، كذلك ممكن دير جلبانه البطاطا. انا الصراحه البطاطا حتى الاخير عاد اللي فكرت قلت نديرها لانها كتجي هائله في هذه الشلاضه هذه. هنا قطعت الربيع درته في هاد لاله مولاتي، درت الكميه كثيره لان فعلا الا بغيتو الربيع يتقطع لكم في هاد الاله هذه من الاحسن ديروه بكميه كثيره باش يتقرد لكم. هنا ما بغيتش ندير البنات الفيديو طويل، درت الطاجين فيه الدجاج يعني هكا الدجاج البلدي، درت معاه هكا التوابل الا الكمون والتحميره هما اللي ما درتش. كنخلي الدجاج يتشرب ليا مزيان ديك التوابل مع شويه ديال الماء، ما كنديرش الزيت حتى من بعد عاد كندير الزيت يعني باش الدجاج كيتشرب ليا ويجي بنين. كندير هكا الجلبانه وغادي ندير الربيع، كذلك كندير شويه ديال الحامض المصير. هنا الصراحه كنت غادي ندير الفريت ولكن البطاطا كتبان ليا ماشي ديال الفريت، صافي قلت بلاتي نقطعها ونديرها في الطاجين. وهنايا مره مره غادي تهزوا ديك المريقه يعني تسقيو بها الدجاج من الفوق وكذلك ديك الجلبانه، ومن بعد غادي ندير كما قلت لكم واحد شويه ديال الزيت البلديه اولا زيت الزيتون يعني اللي بغيتو، وشويه ديال السمن كذلك. وما نقول لكمش على ريحته، يا سلام واحد الريحه رائعه والمريقه ديالو جات هائله. صافي كنخلي الطاجين كيطيب على خاطرو، غادي ندير ليه السمن هو الاول. صافي غادي نغطي عليه وغادي نمشي نجمع الماعن، نغسل الماعن نحيدهم عليا. وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم الهائله اللي كتوصلني يعني كنشكركم بزاف. وبالنسبه للاسئله يعني سولتوني على العمر ديالي والعمر ديال بنتي، غادي نحاول ندير فيديو ان شاء الله باش تعرفوا عليا غير واحد شويه يعني. الناس اللي كيسولوني يعني كيبغيو يتعرفوا عليا لانهم تيحبوني يعني عندي هاد يعني خصني نحيدها. كنشكركم بزاف وغادي نحاول ندير فيديو باش تعرفوا عليا شويه، لان الانسان اللي تيبغيك هو اللي تيبغي يعرف عليك بزاف ديال الحوايج. التعاليق ديالكم هائله وكندعي معكم والله العظيم، ملي كنشوف داك التعليق يعني كيوصلني بالصوت ديالكم واخا راها غير كتبه ولكن تيوصلني، كنقراه وكنفرح لهلي خطيكم عليا. صافي غادي نحيد الماعن، كنغسل الماعن نخليهم يتسقطرو وباش نمشي كما قلت لكم نوجد الشلاضه. هنايا بالنسبه للشلاضه راه الخس كنغسلو هو الاول مع شويه ديال الخل، درتو حتى تسقطر كنقطعو. الا بغيتو تخليوه هكا يا صحيح ممكن. كندير كذلك اللوبيا هكا مسلوقه من الفوق اولا ديروا ليها الطريقه اللي قلت لكم في الكوكوت. وهنايا القرعه خضراء، جربوا هاد الشلاضه غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. انا كندير الكورجيت مقطعه بهذا الشكل هذا، كذلك ممكن تقطعوه على شكل دوائر يعني اللي بغيتم. ان شاء الله حتى الفلفله غادي نقطعها بهذا الشكل هذا يعني بحال الشكل ديال الكورجيت. الا عندكم الفلفلات بالالوان ممكن ديروها. غادي ندير مطيشه، هنا بالنسبه للمطيشه راه ما حيت ليهاش القشره ديالها يعني حيت لها غير الزريعه وقطعتها بهذا الشكل هذا. الطريف كبير شويه غادي نقطعو نحيد ليه ديك البلاصه القاصحه. هنايا بالنسبه للقرعه عفوا الخيار حكيته، ممكن تقطعوه بحال الشكل ديال المطيشه اولا تقطعوه دوائر يعني تدورو هكا التبصيل في الجنب اولا تحكوه. الصراحه انا بغيت الوالد ديالي الله يحفظه ليا ياكل ليا هاد الشلاضه هادي، ويعني نحاول شي حاجه اللي كتكون هكايا قاصحه نطحنها ليه ولا نحكها باش ياكلها.
لان الصراحه واخا نديروا التنعيه والوالدين ما يمكنش انكم يعني نرجعوا لهم داكشي اللي داروا لينا اللي ماتوا ليه الوالدين ديالو، الله يرحمهم يا ربي ويوسع عليهم في هذا النهار هذا. هنا بالنسبه للخيزو كذلك حكيته في الحكاكه الرقيقه، تيقوني كيجي خيزو هكا محكوك هائل في الشلاضه، جربوه وردوا عليا الخبر. انتما كتشوفوا راني كترتو وما شاء الله تكال، لان خيزو رائع. غادي نجيب كذلك الفجل وغادي نحكو في هذه الحكاكه هذه، وكذلك البربه راني حكيتها هي خضره ما طيبتهاش الصراحه. البربه ما بقيتش كنطيبها نهائيا، كنجيبها وكنحكها يعني كنقشرها ونحكها في الحكاكه الرقيقه، كتجي هائله هائله. جربوها يعني ما كيلاش، ديروها في الكوكوت وبدأت تصفر وديك الريحه ديالها كتلق في الدار، يعني قشروها وحكوها في الحكاكه كتجي هائله. هنايا بالنسبه للفجل غادي نديرو في هاد الطبيصيلات باش ما يطلقش المذاق ديالو في هكا في ديك الخضره، وكذلك الباربه غادي نخليها في دوك السليفات، ما بغيتش الباربه تطلق ليا في الخضره. كما كتشوفوا راه هي حمراء يعني الا درتها غادي تطلق وكتطلق الماء ديالها، والصراحه كتجي هكا حلوه كتجي هائله. ممكن تشلضوا عليها البصله يعني الباربه تحكوها وتشلضوا عليها البصله، وكذلك تحكوا عليها بيضه كتجي رائعه. غادي ناخد الفلفل نقطعها هكايا صبيعات اولا شرائح اللي بغيتو، ديرو هكايا من الفوق. غادي نجيب الشيفلور غادي نستفو فوق هاد الطبسيل، كنحاولو نزينو هاد الطبق باش كيجي هائل، يعني العين كتاكل قبل الفم. يعني اي حاجه كتعجبكم كما كليكم ديروها في هذه السلطه الهائله والعجيبه. غادي ندير الليمون، غادي نقطع الليمون وغادي نضيفه، حتى هو كيجي واحد المذاق هكا هائل. كما لاحظتوا ما درتش الصلصه ديال فينيغريت، غادي لاصوص فينيغريت غادي نقدمها في الزلافه، وبقاو معايا باش تعرفوا السر اللذه ديال ديك لاصوص فينيغريت اشنو هو. هنايا غادي ندير الباربا، كذلك ممكن تزيدو البيض هكايا مسلوق، يعني اي حاجه كيما كليكم تتعجبكم ديروها. وبالنسبه لهاد السلطه ضروري من البطاطا مسلوقه كتعطيه واحد المذاق هائل. راني دايره كميه كثيره في الطاجين، ولكن ضروري من البطاطا في هاد الشلاضه هادي. يعني بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي تشوفوا معايا هاد السلطه، يعني غادي نكملها وغتشوفوا الشكل النهائي ديالها. صافي هنايا الشلاضه راني زدت ليها الذره تاع الاخير عاد اللي ذكرت الذره. هنا الزيتون ديال الدار كتغليوه مزيان وكتصفيوه وكتعصروا عليه الحامض وديروه في الطاجين. هنا راه باقي ما درتوش في الطاجين، كيجي واعر واعر واعر، يعني ما كاين محسن من شي حاجه ديال الدار. هنايا التفصيل ديال الشلاضه راه درت فيه كل شيء الا الذره، عاد من بعد ذكرت بان راني نسيت الذره والربيع، وليت كندير هكا ديك اللمسه الاخيره درت الربيع من الفوق، وكذلك خديت الذره زدتها. وهنايا بالنسبه للشلاضه غادي نخليها جانبا، وغادي نمشي نوجد لكم لاصوص فينيغريت اللي كتجي هائله. يعني عادي كديروا الخل في شي زلافه وكديروا كذلك شويه ديال زيت الروميه ولا زيت الزيتون الملحه، وكندير البزار، يعني ديروا البزار بواحد الكميه نتوما كتشوفوا ما تخافوش ما غاديش يجي حار، هو كيجي لذيذ 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 بزاف. صافي كتخلطوا هادشي، انا درت دابا زيت الروميه هي اللي درت، كنخلط هادشي مزيان وغادي نرافقها مع ديك السلطه.
وكذلك السلطة ممكن تقطعوا البصلة شرائح رقيقة وتديروها كامل الفوق. هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى يا ربي يعجبكم، وكنتمنى الأخوات تشجعوني الله يجازيكم بخير باش نزيد نعطيكم، وكنشكركم بزاف بزاف، وما بقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.